في أفغانستان قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب 21 آخرون غالبيتهم من السيخ والهندوس حين أقدم انتحاري على تفجير نفسه في سوق في مدينة جلال أباد شرق البلاد، فيما كانوا ينتظرون للقاء الرئيس أشرف غني الذي كان يزور المدينة. وأكد مسؤولون أن من بين القتلى 17 من الأفغان السيخ والهندوس، ومن بينهم أفتار سينغ المرشح السيخ الوحيد في الانتخابات التشريعية المقررة في 20 تشرين الأول أكتوبر، والراواويل سينغ الناشط الاجتماعي البارز. وتبنى تنظيم الدولة الاعتداء لافتا إلى أنه أراد استهداف الرئيس الأفغاني خلال زيارته عاصمة الولاية المحاذية لباكستان.